أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه أن الأزمة في السودان تتطلب حلا سريعا دون تأجيل، مشيرا إلى ضرورة تقليل المؤثرات الخارجية المغذية لتلك الأزمة. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع منظمة الإيجاد لبحث تطورات الوضع في السودان. وشدد فقيه على أن المفوضية تشجع الحوار الشامل الذي يقوده السودانيون أنفسهم، موضحا أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة بأسرها.